مثل ما كنا قلنا انه وصلنا هلا لفكره الكوميدي اخبار وخبريات من الممثلين يلي موجودين معنا والكوميديين. مع مين رح بلش؟ رح بلش معك اندري. اوكي، عندي خبريتين، واحده قصيره وواحده طويله، شو بتحبي؟ شو بحب؟ الاثنين. خليني افكر اللي بدك. الاثنين، كونه واحده قصيره كثير. يعني من فتره كنت بالاردن بعمان، كانت الدنيا نازله مطر وهيك، انا لابس شحاطه وشورت وطالع بدي اروح عند واحد رفيق بمنطقه ثانيه، فأشرت لتاكسي قلت له بدي اروح على الجاردنز من برا، لسه ما فتحت على السياره. قال لي تفضل. ففتحت الباب وبدي فوت، بدي سكر الباب، قال لي لحظه، هذا انت؟ قلت له شو؟ قال لي قوم انزل، يلا قوم انزل. لما طلعت هيك انا قلت له يعني فكرت انه له شيء توجه سياسي كذا باعتباري انا سوري وهيك. وبعدين قلت له عفوا، يعني في شيء؟ عم صار يضحك 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 وقال لي ليش قتلته؟ ليش قوزته لابو شهاب باب الحاره؟ هذا بمهرجان التسوق بلبنان يا اندري هون. فطبعا بيجي ناس غربتليه كثير وبيروحوا، فبصير في نوع من البرامج العلاقة بالانترفيو مشان يسألوا لهذا الخليجي اللي جاي مثلا، او الجزائري او المصري او السوري او الى ما هنالك من الناس اللي جايين على مهرجان التسوق. فجاي حدا خليجي لهون وحامل حاله رايح بالمطار هيك وعابس، فلاحقته مذيعه بدها تعمل معه انترفيو. قالت له مسيو، ممكن نعمل معك لقاء صغير، نسألك سؤال؟ قال تفضلي. قالت له شو رايك بمهرجان التسوق بلبنان؟ فجاء قال له ول 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 غلا 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 غلا. قالت له اف غلا؟ قال ايه، تصوري ابغى اجيب مرض على ابني، تبغى 4000 دولار؟ مرض على قالت له قالت له جبتها؟ قال له جبتها وقلت لها ترضعنا كلنا. ريحة ريحة، حبيت حبيت. فادي انا انت؟ لا لا، هلا صار معنا شغله مهضومه، انا وجورج كنا بالتواليت. جورج كنا عم انا عم كيناتكم كنتوا بالتواليت؟ شو عاملين لك تواليت الشركه؟ عاملين علي يعني؟ انا فتت انا عم شيل مكياج، لا مهضومه كثير، عم شيل المكياج انا، واقف حدي جورج، في شاب ما بعرف اذا مر بالسكتش، كان حملنا وقت حملني وحطني هون بالسكتش. هلا واقف انا وجورج، فات الصبي هيك ورانا، الشاب يعني برم بالحمام، فتح البواب طلع هيك، طلع فينا مرحبا شباب. قال له اهلا. قال له وحياتك هون الحمام؟ انا طلعت بجورج، قال له لا والله هذا مطعم. هلا خبرتكم مره عن الخادمة، أول وحدة عندي، رح كملكم يتبع. فأول وحدة كانت ما تحب توعى بكير، توعى 11-12 وحدة، قلت لها ما بصير، كيف بدنا نخلص شغلنا إذا بتوعي الظهر؟ قالت لي ما في، أنا ما بقدر أقوم بكير. قلت لها طيب بوعيكي؟ قال أوكي بس مش قبل العشرة. قلت لها ماشي. فبوعي ما بعرف، فوعي 10 لا تتروق وتروق ويفتح راسها، لا ال 11 لا لا ال 11 11 تشتغل، 12 تكون قاعده على التلفزيون. اذا قلت لها طيب ما عملنا شيء، ما هو ما عملناه هون، ايه بكره. طيب هلا لا عم بحضر هلا هيدا متابعته، طيب بس يخلص لا في واحد ثاني متابعته المحطه تبع برنامجها. قلت انا بدي وديها، جيت قلت بدي إلا يعني تما كون خبيثة، قلت لها عايزتك بدي أحكي معك. قال أنا عايزتك بدي أحكي معك. قلت لها أوكي تفضلي. قال أنا بالأول، قلت لها تفضلي. قال بدي زودي. قلت لها أنا زودي. قال إيه. قلت لها ليك أنا كان بدي أقول لك إنه مش ماشي الحال، ما عم تشتغلي وما عم تعملي شيء، يعني نائمتيني ما عم تساعديني، فأنا بدي وديك على المكتب وعم أقول لك يعني. قال اوكي انا بروح اذا ما بتزيدي لي ما بشتغل. قلت لها لا زودي ما في. حكينا المكتب، قال خليها لاخر الشهر. قلنا لهم اوكي. اضربت عن الشغل، ما حسيت الفرق، ما في شغل. ما هي كانت مقدره يعني. لا بس اضربت، كان يطلع لي من 11 ل 12 بطل يطلع لي ولا شيء. اوكي اضربت اول يوم، ثاني يوم عن الشغل اجت قال في زوده، قلت لها ما في زوده. قال اوكي. اضربت عن الاكل اول يوم، ثاني يوم اجى مجد قال ماما هلا 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 تعطيها زودي. قلت له ليه بدي اعطيها زودي؟ قال لانه بكره بتقومي بتلاقيها عم تحرق وتولي قدام البيت.
ما خلصت الخبرية. جبنا وحدة تانية قلت أنا بدي أجيبها عكس الأولانية. الأولانية كانت ما بتعرف تقرأ ولا شيء، التانية نقيتها عاملة جامعة وحاطة أنه هي أستاذة إنجليزي. بسط فيها، أنا واصلة، أنا مبسوطة فيها. قلت لها You are an English professor. قالت لي يز يز معنا. عفكرة رين لحد هلا أنا ما توفقت فيهم بالشغل، بس عم توفق فيهم بالستاند اب. يعني توفقت فيهم بشغلي. ريمون هات لشوف مسك الختام. لا منا مسكة. وقت كنت أنا عم بحكي مع مرتي قبل ما نتجوز يعني حرام، كان عندها بسينة، هي بتحب الحيوانات وهيك، مشان هيك اخذتني. كان عندها بسينة هيك صغيرة، كانت مغرومة فيها وتهتم فيها على الآخر. مرة أنا جيت قلت لها بتعرفي إنه هاي البسينة إنه أنا بقدر أعلمها الحكي؟ قالت لي عن جد؟ قلت لها إيه، خليك إياها تحكي هلا. يا ريماما عم تتساءل، أعطيني إياها. أعطيني إياها. قلت لها حياتي حياتي ليكي ميم يا واو، وشديتها بدنبها. ياو! شفتها حكيت.